بعد حبس 20 سنة بالسجون الإسرائيلية تم إطلاق سراح مجد بربر. فرحة كبيرة وعالم مجتمع بالشارع مع أصوات أغاني وزمامير للسيارة جاية وجايبة مع الأسير. ولكن فرحة فاطمة زوجة مجد بعودة زوجها ومشاعر الطفولية خلت هذا الفيديو يصير ترند على منصات التواصل. خلونا نشوفه سوا. سنة وفاطمة صابرة على غياب زوجها وعم تربي أولادها. هذا الموقف النبيل خلى جوزها بلحظات الفرح يوثق امتنانه وعرفانه لزوجته قدام الكاميرات. هي في الدنيا كلها بصراحة فاطمة وطن، اللي استطاعت إنها تعطي لأولادها اللي أعطته على مدار 20 سنة، وتعطي بنفس الوقت جوزها وتكون إنسانة بحد ذاتها. هذه عظمة المرأة الفلسطينية. هاللحظات المليئة بالمشاعر الإنسانية النبيلة خلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتفاعلوا مع مجد وفاطمة. تعليق من قريش بيقول 20 سنة من عمره وعمر مرته وولاده، 20 سنة صبر وتحمل وتعب وحب. تعليق آخر بيقول بقيت على العهد وأكملت مسيرتها الزوجية بمفردة وتكفلت برعاية أبنائها حتى طلع حبيبة من الأسر، حب مع أمل وألم. أما عمر علق ما شاء الله بعد 20 سنة طالع بصحة وعافية ولقى أهله مثل ما هنن، يا حسرة على شباب سوريا راحت أعمارهم بالسجون واللي طلع منهم طلع مشوه وما لقى لا أهل ولا بيت ولا أرض. تعليق آخر بيقول على قلب يعرفوه طيب، عنا بسوريا مئات الألوف من سجون بسجون عصابة الأسد وغير معروف مصيرهم. أما ريهام علقت والله حاسه كان بمنتجع مو بسجن، تعالوا لعنا على سوريا، بتدخل السجن وزنك 100 كيلو وبتطلع وزنك 25 كيلو.